مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المجري احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن حاجات كتيرة جدا كان عندنا ضيفنا الحلقة اللي فاتت كلمة فيها على اختيار المدربين كلمة فيها عن الناشئين وعن التزوير اللي بيحصل في مناطق الكورة والكلام ده كله لكن المرة دي أنا هتكلم أنا بقى بصراحة أقول لكم رزق ورزقكم على الله سبحانه وتعالى مش هنصلح حال المنظومة أو الكرة المصرية إلا إذا انصلح حال المدرب المدرب ده عامل زي المعلم المعلم ده اللي في المدرسة في معلم كويس بيبقى في طلبة كويسة بتستوعب الدرس زي المدرس زي المدرب المدرب كويس اللعيبة نفسها هتستوعب الكورة بقت علم الكورة دلوقتي بقت صناعة أو الرياضة بمعنى صح بقت صناعة إحنا حجر الزاوية اللي هو بين الشخص وبين اللاعب سواء في المدرسة بنقول المدرس أو في الكورة بنقول المدرب المدرب لو هو مش مؤهل علميا انسى نبقى فيه كورة واحنا شفنا كرويش لما جه المرة اللي فاتت قال لك في لعيبة في منتخب مصر ما تباصي لعيبة مش عارفة تقف في الملعب لعيبة مش عندهاش فكرة عن الط... عن الفكر الخططي كل ده يا جماعة لازم يبقى فيه مدرب احنا عندنا مدربين واخدينها كده بالفهلوة واخدينها بالواسطة مدرب لازم يروح يقعد في اتحاد الكوره بالعشر ساعات كل يوم، لازم يعرف مين مؤثر في في القرار ويقعد معاه، وممكن يروح له البيت، وممكن يخدمه ويروح يجيب له حاجات، أنا بقول لكم على كل حاجة. لأن كل حاجة باينة واضحة قدامنا. كرة القدم المصرية لازم لازم يبقى فيه وقفة، احنا قلنا كلامنا الحلقات اللي فاتت، وقلنا إن لازم يبقى فيه اتحاد قوي، لازم يبقى في ناس بتاخد قرار صح، لازم تجيب مدرب مؤهل لازم تبعد عن الوساطه في التدريب التدريب مش فهلوه ولا جدعانه ولا هو في وسط فلان وفلان ده بيحصل في اتحاد الكوره اه بيحصل في اتحاد الكرة هقول لكم بلاش في اتحاد الكوره لا في كل الاندية. في, الانديه في معظم الانديه في معظم الاتحادات في الاتحادات وفي الانديه مجاملات ما بعدها مجاملات عشان كده بقول لكم ان المدرب الكويس هو اللي بيجيب اللعيب الصغير الناشئ بيعلمه ازاي يباص استلام وأسلم ازاي اتحرك في الملعب ازاي تكتيك معين جمله تكتيكيه تتعمل كلنا مرينا بالكلام ده كله وياما مدربين جم عملوا لنا اللي ومدربين تانيين جم ببساطه جدا يعرفك ازاي تقف في الملعب وهذكر منها انا واحنا بنلعب بعد ما وصلنا انا والخطيب سن يعني الحمد لله في كره القدم جه دون ريفي جه سنه 84 علمنا ازاي نقف في الملعب علمنا ازاي نستلم علمنا ازاي بقى ظهري للخط عشان استلم الكره يبقى عندي كذا مساحه اخرج لبره او لجوه انما دلوقتي ما فيش الكلام ده المدرب دلوقتي بيجي ومعظم المدربين للاسف انا بقولها واللي عاوز يزعل يزعل احنا احنا في, في, في وقت لازم نصلح من المنظومه كلها الكره المصريه في خطر بدايه من الاداره للمدرب لاعداد المدرب لاعداد اللاعب ملاعب عندك الحمد لله عندك بنيه اساسيه في الرياضه المصريه ما فيش بعد كده ولسه في حاجات بتتعمل تانية اكتر من كده كمان في البنيه الاساسيه لكره القدم طب احنا عاوزين ايه احنا كافراد مش عارفين ندير الرياضه المصريه يبقى نروح نروح فعشان كده انا بقول لك لازم الكره المصريه لازم يهتم بالمدرب طلع مدربين زي ما كان قبل كده ايام الدكتور عبد المنعم عماره كان بيطلع ناس تقعد في لايفزج ست شهور وناس تقعد عمليه تعايش في انجلترا بالثمان شهور والسنه لازم نبعت الناس دي بره انما ما يطلعش زي الرحله بتاعت كوريا طالعين اقول ايه بس والله العظيم عيب وانا انا مكسوف وانا بتكلم بقول الكلام ده وحياه ربنا والله العظيم مكسوف وانا بتكلم بقول الكلام ده لان ناس جايه عايزه تاخد مش عاوزه تدي فعشان كده بقول لازم نعد المدرب كويس مدرب معناه ان اهله اهله علميا لازم نصفره بره لازم يروح يحتك بانديه عالميه لازم يشوف عمليه تعايش مع الانديه يشوف الناس دي بتعمل ايه وبتاكل ايه وبتشرب ايه النظام عندنا لازم يختلف يا جماعه العالم كله بتقدم الا إيه احنا احنا كل 30 سنه وكل 25 سنه بنروح كاس عالم في ناس جنبنا بتطلع كل اربع سنين ما ينفعش والله ما ينفعش لازم لازم تبقوا غيورين شويه على بلدكم. لازم مصر كلنا نقف مصر اديتنا كلنا. اللي يقول لك اصل النادي الاهلي ما ادانيش او الكرة ما ادتنيش، لا اديتك. لو اديتك اسمك اللي انت عايش بيه مع الناس. مش لازم اللي عمليه مش عمليه ماديه. عمليه ادبيه. الناس ازاي تحترمك في الشارع؟ ازاي تتكلم معاك؟ ازاي تتكلم معاهم؟ فالمدرب كده. مدرب بفكره ممكن يقول لكم معظم المدربين الموجودين على الساحه المصريه غير مؤهلين. فالمفروض اتحاد الكرة يبقى فيه عامل كده رولز كده يقول لك المدرب ده ده لعب دولي قد ايه ده خد شهادات ايه انما الشهادات اللي عندنا مع احترامي شهادات التدريب كلها كلها مضروبه انا بقول لكم كده كلها مضروبه سواء هنا او هنا وهنا كلها بالفهلاوه يا جماعه دلوقتي الكوره مش بالفهلاوه الكوره بقت علم الكوره بقت صناعه بتدخل دلوقتي انت عندك البرازيل ربع دخل البرازيل كله من كره القدم من اللعيبه اللي بتسافر وتحترف بره افريقيا دلوقتي فرقه زي احنا لعبناها بتاعه السنغال فيها اقول لكم فيها 160 لاعب محترف على مستوى العالم في احسن انديه احنا عندنا مين عندنا محمد صلاح مع احترامي الدرزجيه واي و... وال... 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 و... و... حد تاني موجود مع احترامي والنني والكلام ده انما اللعيب اللي عندك اللي هو السوبر ال... 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 ستارز على مستوى العالم هو محمد صلاح بقى مصر بحجم مصر 120 مليون مش عارفين نطلع لعيب مش عارفين نطلع آه مدرب كويس وبعدين احنا احنا دورنا الفتره اللي فاتت ناس تقول لك ايه اصل الاتحاد الكوره بيدور مدرب اجنبي طب اتحاد الكوره خدوا قرار قاسم نجيب اجنبي ولا نجيب مصري قمنا جايبين المصري بندور ويبقى عندك واحد بقيمه الكابتن حسن شحاته المعلم حسن شحاته يا اخي ده انا اجيبه حتى مدير فني في الاتحاد يا ناس اللي بتفهمه يا ناس اللي بتفهموا في الكوره بتفهموا في الاداره يبقى عندك واحد بحجم الكابتن حسن شحاته اللي حقق لك ثلاث بطولات على مستوى القاره الافريقيه اللي مش هتتكرر تاني واسيبه كده محدش يسال عنه حتى ازاي هو الراجل مش عاوز حاجه من حد عشان تبقوا عارفين يعني من كلمة معاه قال لي لا انا خلاص أنا, انا انا تعبت فالراجل مش عاوز حاجه بيبقى عندي واحد بحجم الكابتن حسن شحاته وتلاشاه خالص كده ايه ده وفي مدربين كتير أه كويسين قوي ان يمسكوا منتخبات انما لا الناس اللي هي قاعده عشان تمسك عارفه كويس مين اعضاء مجلس إدارة اللي بيأثروا في القرار زي ما بقول لكم روحوا له البيت يقولوا الاتحاد يقعدوا في الاتحاد يقول لك فلان وفلان وفلان اه دول خلاص اللي هيمسكوا واحنا من ساعه ما بطلنا كل لحد هذه اللحظه اللي بيمسكوا هي هم جروب واحد كده مشوا من ده من من مكان يجيبوا ده مكانه ومكانه ده يروح للتاني والتالت عمليه دايره بتلف لصالح مين؟ لصالح الكره المصريه صعب قوي صعب قوي والله من غير مدرب كويس مؤهل في الفتره اللي جايه للكره المصريه انا بقول لكم على الكره المصريه يلا السلام لسه في ايدينا بقول لكم بقول لسياده الوزير انت عندك فرصه كويسه قوي انك تاهل مدربين كويسه وتصفرهم ليطلع على مستوى عمليه التعايش واحنا كلنا انا واحد رحت رحت توتنهام وتعايشت هناك اشتغلت فتره لما لقيت نفسي مش همشي في التدريب خدت الاعلام سكه الاعلام انما عندنا ناس بتدرب وناس بتحلل وعضو مجلس اداره بيحلل وعضو مجلس اداره في نادي اكتر من نادي تخبط ما بعده تخبط والاخر تيجي تقول ايه يا خساره احنا ما وصلناش كاس عالم نوصل كاس عالم بسبب ايه وباماره ايه عشان نوصل كاس عالم ناخد امم افريقيه باماره ايه؟ احنا وصلنا فاينل انما انتوا شفتوا الكره المصريه كانت بتعاني ازاي؟ والراجل كريش اللي هم بيفكروا دلوقتي عاوزين يجيبوه تاني طب مش على اي اساس؟ مش بقول لكم في مصالح شخصيه بتحصل وواحد بس هو المسؤول عن مدير فني يجيبه لمصر مصر كلها بولادها مصر ولاده واحد بس اللي يختار مدير فني على اساس ايه؟ وهيقول لك ان ده احسن من ده وده احسن من ده ازاي؟ هل بيستشير فلان وفلان وفلان؟ لا ده لك انا قلت لفلان الفلاني ان هو يختار. يا جماعه ما ينفعش والله مصر اسمها كبير قوي، مصر اكبر من كده، بس لازم ولادها يخلصوا شويه، ما فرحش بسفريات هنا وهنا 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 وساب الدنيا تضرب تقلب، وللاخر انا بطور الكوره بنطور الكوره المصريه. انتوا بقالكم ست شهور، انتوا ما خدتوش فيها بطوله واحده، ما خدتش فيها بطوله واحده، وجاي تقول لي هطور الكوره المصريه، هطورها امتى؟ وانت قاعد سنتين ونص هتطورها امتى انا مش الكلام ده بيقول بس في اتحاد الكوره لا ده في اللجنه الاولمبيه وزي ما قلت لكم في الاتحادات لازم تحصل ثوره رياضيه ثوره رياضيه وفي وفي الاعلام الرياضي كمان الناس عماله تفتي وبتتكلم في الكلام واللي ليه واحد صاحب مجلس اداره يحامي عنه ويخبط في التاني يا جماعه ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش مصر الجديده طلعت خلاص لو انتوا مش قادرين تقعدوا بقى على جنب انا ما اعرفش احنا نوصل كده لامتى انا 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 مش ما بتعبش من الكلام على فكره انا هفضل كل حلقه هقول في بدايه الحلقه هقول الكلام ده كله لحد ما نصلح حال الرياضه المصريه والكره المصريه الاخص لان الكوره هي مصدر السعاده للناس الناس ما بتتنفس احنا بالدوري التعبان بتاعنا ده الناس ما بتصدق تتفرج عليه عشان ها تتكلم تقول لك الصغير فلان ولعب فلان والكلام ده كله ما ينفعش اتمنى اتمنى من المسؤولين ان ياخد القرار الصح في المكان الصح ويعين الناس او اذا كان الاتحاد ده موجود تجيب له لجنه هي اللي تديره من بره مش عيب وانا بقول لسياده الوزير يا الوزير النظام لازم يتغير قانون الرياضه لازم يتغير انتوا كل العالم كله بره ماشي بطريقه سليمه اللي هو ما جيبش اتحاد الكوره ولقى مركز شباب بساوي الصوت بتاعه بمرك... بالنادي الاهلي والنادي الزمالك والنادي الاسماعيلي ما ينفعش المفروض المسؤول عن انتخابات دي رابطة الأندية اللي هم ال 18 نادي اللي في الدرجة الأولى زي العالم كله، ما دام أنتوا خلاص دخلتوا في الاحتراف، تقولوا رابطة الأندية المحترفين هم دول المسؤولين عن انتخابات. هم دول اللي بيدوروا على صالح الكرة المصرية. إنما تساوي لي مركز مش عارف إيه، مركز شباب كذا، ونادي لسه ما, ما عندوش ملعب وتقول له ياخد صوت، على أساس إيه؟ ما هو ده اللي بينجح بيجيب الناس الفاسدة. هو ده الكلام ده اللي بيجيب الناس الفاسدة، لازم النظام يتغير. لازم النظام يتغير. ده في ناس لما بتخش الانتخابات تقول لك ايه انا هجيب من ال 300 صوت بامرت ايه بامرت تروح يشتروا الاصوات ويقول لك احنا بندعم المراكز الشباب دي والانديه كله هكس فاكس يلا اتمنى كده ان شاء الله ان حالنا يتصلح وان نشوف الكره المصريه في احسن صوره ليها بالتخطيط الصح وكل حاجه صح فيها ونحط الشخص المناسب في المكان المناسب ونبطل مجاملات في التدريب والمدربين وبقول لكم احنا كل حاجه عندنا كويسه كل حاجه عند الملاعب عندنا حاجه بسم الله ما شاء الله طب احنا عاوزين ايه عاوزين ايه احنا مجرد جه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد تولى اتحاد كره اليد شفتوا كره اليد المصريه بقت ازاي شفتوا كره اليد العالميه بقت عامله ازاي بقت في العالم دلوقتي بتنافس كره القدم ده كله ليه ان في سيستم في اداره صح في واحد ما بيهموش هو عايز ايه وهياخد ايه من هنا ولا من هنا ولا من هنا اتمنى ان المسؤولين على الرياضه المصريه انا بقول المسؤولين عن الرياضه المصريه ان ياخدوا القرار الصح والقرار السليم في الوقت السليم